السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وإحنا بنشرحه من كتاب المعاصر. إحنا شرحناه قبل كده من كتاب الوزارة، بنشرحه من كتاب المعاصر طبقا لآخر تعديلات. زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي نشرح unit 2. What is the matter؟ What is the matter أو ما الأمر؟ ومعانا lesson 1 listening and reading، وفي بعض الكلمات لازم نحفظها كلنا. fever 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 يعني حمى، يعني سخونية. headache headache يعني صداع. sick sick يعني مريض. cold cold يعني رشح، نزلة برد. كوف 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 يعني كحة أو سعال. وميديسن ميديسن يعني دواء. الكلمات دي مهمة أوي إن احنا نحفظها. طبعا هنا homework. عندنا هنا في ديالوج ما بين أصحابنا وباباهم بيطمنوا عليه. تعالوا نقراه مع بعض. Dad, are you okay? No, I feel sick. What is the matter? I have a headache. I have a headache. Can I get you anything? Yes, please. A glass of water and my medicine. Sure. تمام. لازم نبقى عارفين ازاي بنسأل حد ان هو ايه ماله، تعبان ولا ايه. طبعا هنا homework. Homework. عندنا هنا في البيج دي asking about someone's health، نحن نسأل عن صحة شخص من الأشخاص، سؤال عن صحة شخص ما، فبقول له What is the matter؟ ما الأمر؟ ماذا بك؟ I have a headache. I feel sick. أنا عندي صداع، أنا حاسس إن أنا مريض. Offering help to someone feels ill، إن إحنا نعرض المساعدة على شخص هو حاسس إن هو مريض، فبنقول can زائد I زائد الفيرب في الانفينيتيف. فبقول له can I get you anything، هل استطيع ان انا احضر لك اي شيء؟ فهو بيقول مثلا yes please a glass of water and my medicine، ايوه لو سمحت كوبايه ميه والدواء بتاعي. طبعا ده هنا هوم وورك. هنا تعالوا نقرا الجزء ده مع بعض، بيوريك ازاي انت ممكن تعمل تصرفات صح او خطأ لما تكون مريض. فهنا when I am ill، لما انا بكون مريض، حاجة صح وحاجة غلط. اول حاجة I have a cold. Cover your nose and mouth with a tissue. غطي انفك وفمك بمنديل ورق. Play football. طبعا دي غلط. I have a cold. Drink cough. Cough. Cough يعني كحة، سعال. Drink water with a lemon. With lemon. Go swimming. طبعا دي غلط. I have a headache. Try to sleep. Listen to some loud music. I feel sick. أنا أشعر بالمرض. Go to doctor. اذهب إلى الطبيب. Play with your friends. اسألها مع أصدقائك. My stomach hurts. My stomach hurts. Hurts يعني معدتني بتؤلمني. Stomach hurts. Stomach hurts. Go to the doctor. اذهب إلى الطبيب. Play tennis. العب كرة التنس. I have a fever. 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 أنا عندي حمى، أشعر إنها سخن. Take a cold shower. خذ دش بارد. Take a hot shower. خذ دش ساخن. طبعا دي خطأ. هنا ده هوم ورك، ازاي نحفظ الكلمات اللي هو مديها لنا جديده.
وده هوم وورك. نروح ل lesson 2 مع بعض. هنا في كلمات جديدة في lesson 2. طبعا أول كلمة هي nose. nose يعني أنف. stomach معدة. heart قلب. skin جلد. بون عظمة. foot قدم. feet أقدام. leg ساق. hand يد. arm ذراع. eye عين. mouse فم. تمام، الكلمات دي طبعا حفظ. وهنا ده هوم ورك، هتملى الفراغات دي بأسماء الأعضاء المختلفة. طبعا هنا بيوري لك بعض الأفعال لازم نحفظها، وبيديك مساحة عشان تكتبها فيها وتحفظها. فهنا بيقول لك pump يعني يضخ. blood يعني الدم. protect يعني يحمي. help يعني يساعد. move يعني يتحرك. digest يعني يهضم. طبعا ده هوم ورك. وهنا بيوري لك بعض الحاجات الخاصة بجسمك. talking about the body parts أو إن احنا نتكلم على بعض أجزاء الجسم. تعالوا نشوف مع بعض كده. This is my plus a part of body. هنا هقول أنا بتكلم this is my، وبعدين بقول الجزء اللي أنا هتكلم عنه في جسمي. مثلا heart، skin، bone، stomach. This is my heart. هذا قلبي. لما باجي بقول هو بيعمل ايه، الفانكشن اللي هو بيعملها، يعني الوظيفة اللي هو بيعملها، بقول it وبعدين بقول الverb it، وبعدين اقول الverb في الانفينيتيف plus s or es. فاقول مثلا it pumps blood to my body، هو بيضخ الدم لجسمي كله. it protects my body، بيحمي جسمي. it helps my move it helps me move، بيساعدني ان اتحرك. it digests food، هو بيهضم الطعام. طبعا هو بيتكلم هنا عن المعدة. فهنا بيتكلم هنا بيقول لك تحت this is my heart، it pumps blood to my body. فهنا بيقول لك asking about body parts functions أو وظائف بعض أجزاء الجسم. What does my نقط do؟ نقط دي مكانها اسم ال body part، زي ما مثلا ما أقول إيه What does my heart do؟ قلبي بيعمل إيه، فهنقول It pumps blood to your body، أو بيضخ الدم لجسمك كله. الأسماء الجمع أو ال plural nouns، تعالوا نشوف مع بعض. regular plural أو جمع منتظم. most nouns كل أو أغلب الأسماء we add s to the singular المفرد noun للاسم المفرد to make it plural عشان نخليه جمع. زي مثلا لما بنقول one eye لما نيجي نجمعها بنقول two eyes. one arm two arms. ال irregular plural بقى أو الجمع الغير منتظم، زي مثلا بنقول one foot يعني قدم واحدة، لما نيجي معها بتقول two feet. هنا ما ضفناش s، هنا اسمها feet. الجمع بتاعها مش بيبقى بس، الجمع بتاعها ليه اسم تاني. فأنا بيقولك there are many irregular plurals، هناك الكثير من الجمع غير المنتظم، أسماء الجمع غير المنتظم nouns that are learned as they are، اللي احنا لازم نحفظها كما هي. طبعا الكلام ده حفظ، زي مثلا one feet two one زي مثلا one foot two feet one tooth سنة واحدة teeth يعني أسنان. طبعا هنا عندنا بعد كده homework، وده homework. ونروح ل lesson 3 أو الدرس الثالث. وعندنا هنا في lesson 3 self management medicine and safety، بيكلمنا هنا عن الدواء والأمان. فبيقول لنا هنا safe يعني آمن. فبيقول medicine is on a high shelf يعني رف. الدواء على رف عالي. ف
فهنا drink medicine with an adult، تاخد الدواء من حد بالغ، شخص بالغ بيخاف عليك وبيحبك. دي الحاجات اللي تخليك سيف. الميديسن لازم يبقى بعيد عن ايدين الاطفال اللي ممكن ياخدوه من غير ما نعرف. الميديسن لازم يبقى بعيد عن ايدين الاطفال اللي ممكن ياخدوه من غير ما نعرف. تاني حاجة drink medicine with adult، ان انت تاخد الدواء من شخص بالغ، بابا او ماما، هما اللي يدوا لك الدواء بشكل صح. الدينجرس بقى او الخطير ان احنا نحط الميديسن is in a low shelf، is in a low cupboard، على دولاب منخفض موجود في مكان سهل ان الاطفال يمدوا ايديهم وياخدوه من غير ما يقولوا لحد. طبعا ده dangerous او خطير. طبعا برضو من الحاجات ال dangerous medicine is in a bag، الميديسن موجود في باج، الدواء موجود في شنطة، الطفل ممكن يروح فاتحها واخد منها من غير ما يقول لنا. طبعا drink medicine without an adult، ان انت تاخد الدواء من نفسك من غير ما تقول للبابا او ماما، حد بالغ يعني، طبعا ده خطر او dangerous. هنا طبعا هنقرا read، Read and choose the correct answer. فطبعا هنا صديقنا وحواليه الدكتور والنيرس او الممرضة. When we are ill, we go to the hospital. Hospital, صح. The doctors and nurses help us. They are very kind. Kind يعني طيب، عطوف. Doctors and nurses check our health. Check يعني بيفحص صحتنا. They give us medicine. They are very important to us. تمام كده. بعد كده عندنا homework. homework. وبكده نكون انهينا lesson 3 والهينا معاه درس النهارده. وصلنا لبيج 87 او صفحه 87 في كتاب المعاصر كونكت. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.